معنا عبر الهاتف من غزة صحفية وسام الغلبان، مرحبا بك. إذا هناك أنباء عن إصابة ضابط وجنديين صهاينة بإطلاق نار من فلسطيني قبل إطلاق النار عليه وقتله، هل من معلومات أكثر بشأن هذا العمل؟ نعم، حياكم الله. حقيقة بداية يعني صباح اليوم استيقظت غزة على خبر استشهاد الشاب هاني صلاح البالغ من العمر 24 عاما، كان قد نفذ عملية اشتباك مسلح داخل السياج الفاصل تحديدا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. بحسب مصادر محلية فإن الشاب قام باقتحام السياج الفاصل حاملا معه سلاح، حيث أطلق الرصاص تجاه قوة الاحتلال المتمركزة في المنطقة الشرقية داخل السياج الفاصل تحديدا في بلدة خزاعة، ما أدى إصابة ضابط وجنديين من جيش الاحتلال. بحسب بيان صادر عن الجيش، جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن الشاب الفلسطيني عبر الشريط واشتبك مع الجنود وأصاب ضابط بإصابة متوسطة، والجنديين طبعا إصابتهما طفيفة، تم نقلهم إلى مستشفى بسروكو في مدينة بئر السبعة. الاحتلال أعلن أنه الاشتباك قصف طبعا عن طريق دبابة صهيونية، قصف الدبابة موقع تابع لحركة حماس شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى تبادل إطلاق نيران في المنطقة استخدمت خلالها طبعا العشرات من قنابل الإضاءة. الشاب الفلسطيني أطلق النار وأصاب ضابطا بصورة متوسطة، كما أصاب أيضا الجندي بإصابة طفيفة قبل أن تصل قوة تابعة من لواء جولاني إلى القوات الترابية المقاومة قرب السياج الحدودي، والقوى الإسرائيلية حاولت استهداف الشاب بالتزامن مع إعلان حالة تأهب حقيقة في عدة مستوطنات تحسبا لإمكانية أن يكون الحديث طبعا أوسع. أيضا وسام، الاحتلال قال إن منفذ هذا العمل من حركة حماس، هل تأكد انتماء منفذ هذا العمل لحركة المقاومة الإسلامية؟ حقيقة بعد إجراء مقابلة قبل قليل، كانت هناك إجراء مقابلة لي مع أهل الشهيد، كان لقائي مع والدة الشهيد التي كانت يعني عبرت عن شعورها بالفخر حقيقة بأنها أم لشهيدين. الأول كان فادي أبو صلاح، قدمته جريح في حرب عام 2008 واستشهد خلال مسيرة العودة قبل أشهر من اليوم، كان شهيد، واليوم قدمت هاني نموذج طبعا للأم الفلسطينية، هي نموذج حقيقة للأمة الفلسطينية التي تقدم التضحيات وتفتخر بأبنائها، وقالت بأن ابنها كان قد تربى وكان من نعومة أظفار قد خط طريقه على الجهاد وضرب المقاومة، حيث كان أحد كوادر كتائب القسام الزراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. طبعا قتله الاحتلال بدم بارد، قتل شقيقه فادي واليوم يقتل هاني، وهاني طبعا نفذ هذه العملية حسب ما تقول طبعا العائلة انتقاما لدماء شقيقه الطاهرة فادي الذي قتل قبل بضعة أشهر عبر السياج الحدودي مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. كيف هي الأجواء الآن؟ هل هناك تحركات من جيش الاحتلال بعد هذا الحدث؟ حقيقة الأجواء حتى هذه اللحظة هدوء بحذر في القطاع، يسود القطاع حتى هذه اللحظة. ربما جيش الاحتلال قال بأن الشاب كان يعني خارج عن نطاق معين وبالتالي عبر السياج الحدودي بدون إشارة معينة، كان قد ارتجل في هذا هذه اللحظة. حقيقة هدوء بحذر يعم أجواء قطاع غزة. الصحفية وسام الغلبان من غزة، شكرا جزيلا لك.